أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الاثنين 14 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الجدي عاطفيا، المرتبط الكثير من الضحك والدفء سيملأان علاقتكما. هذا الوقت هو أنسب وقت لبناء علاقة ناجحة مع شريكك. لا بأس ببعض الهدايا التي قد تحسن نفسيتك اليوم. الأعزب يفترض أن تفكر في الاستقرار جديا. مهنيا قد لا تكون الخيارات المتوفرة كثيرة. ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر على محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة. صحيا، إذا كنت تسير على نظام غذائي للتخسيس فإن ظروفك الصحية لن تتحمل كل ما يحدث، لذا حاول أن تسير على الأطعمة التي كنت تتناولها بشكل طبيعي. توقعات برج الجدي للرجل، أوضاع جيدة بالمجمل حاصلة، وضعك أفضل مما سبق، لكن عليك مراقبة نفسك. قد تفكر في تغيير مهنتك اليوم والتحول لمجال آخر. إذا فكرت قليلا ستجد فكرة لمشروع ناجح. تستطيع اليوم أن تكون علاقات اجتماعية ناجحة. اليوم محفوفا بالمخاطر، حاول أن تأخذ وقتا لترتاح به وترتب أولوياتك من جديد. توقعات برج الجدي للمرأة، ستتغلبين على عقبات الصباح بسهولة بحلول نهاية اليوم. ربما لا تنتظرين أي مفاجأة اليوم، فعليك التوقف عن الهروب لتبدأ التفكير في قرارات حاسمة حتى لو لم تكوني متأكدة تماما من النتائج. عليك أخذ بعض الخطوات الفعالة. ربما عليك أن تطلبي مساعدة أحد الأصدقاء، وعند وضع خططك عليكما التنفيذ معا.